وفقرتنا التالية سلمى مع عالم الطفولة، ويمكن مواضيع بتهم كثير من الأهالي. قديش سابقا يمكن كانوا أهالينا يقولوا لنا لا تترك حقك، اللي بيضربك اضربه. في فرق كثير كبير بين اللي بيضربك اضربه أو خلي مسافة أمان بينك وبين غيرك. كيف فيك تتعامل مع العنف يمكن الموجه إليك؟ حاذر من الناس اللي حواليك، خليك يمكن قريب من الناس اللي بتعرفه، الناس المجهولة اللي ما بتعرفهم، لا لازم يكون في مسافة أمان. كيف فيني دافع عن نفسي؟ مفهوم الدفاع عن النفس للطفل، كيف فيني فهم الطفل قديش هيدا المفهوم كثير مهم بالحياة لتكوين شخصيته، لكن بطريقة يمكن سليمة وصحية. نحكي عن هيدا الموضوع أكثر معنا ضيفتنا الاستشارية الأسرية رهف تسابحجي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح النور يا أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك أستاذة رهف. حكينا بالمقدمة يمكن كتير في خيط رفيع بين الدفاع عن النفس وبين الاتجاه للعدوانية، هذا الشيء من أساس التربية عند الأهل. كيف بيقدروا الأهل يغرزوا خليني أقول هي المبادئ عند الطفل وهن عم بيربوه ويحافظوا على هذا الحد الدقيق؟ هلا مثل ما حكيتي دائما في نوعين من الاهالي، يا اما دائما بيقولوا له لا للعنف، لا تقرب، اذا حدا ضربك معلش سامحه ولا تقرب عليه وبلا ما يضربك وبلا ما يأذيه. والنوع الثاني بيقولوا له لا، انت لازم يلي بيضربك لازم تضربه، واذا ضربك كف تضربه اكثر، ولازم انت تدافع عن نفسك بكل قوتك. طبعا الاثنين هن غير صح، فلازم دائما يكون في توازن بين انه انت كيف تدافع عن نفسك لكن بنفس الوقت بدون ما تأذي الاخر. فهون بقى بيجي كيف طريقة التربية، طريقة وضع الافكار. وكمان في شغلة تانية، اوقات لما نعلم الاطفال الفنون القتالية هي شغلة كتير حلوة، خاصة انه هي بتقوي عندهم الثقة بالنفس وبتخليهم يعرفوا كيف يدافعوا عن حالهم بطريقة صحيحة، وكيف مثلا اذا حدا هجم عليهم كيف ممكن يدافعوا عن حالهم بدون ما يؤذوا، خاصة اذا كانوا بالمدرسة. فهذا الشيء بيعطيهم، مجرد الطفل صار عنده ثقة بنفسه فما بيعود حدا بيحاول يقرب عليه. وهي نقطة كتير مهمة، يعني كيف فينا فعلا ننمي هي الفكرة عند الطفل، الثقة بالنفس، الدفاع عن النفس، لكن بطريقة مثل ما قلنا سليمة وصحيحة. قديش فيني بلش مع طفلي من هو صغير؟ يعني نحن من مفهوم السنتين بالروضة تلاقي الولد انه مثلا بيتقاتلوا بين بعض، بيلعبوا بين بعض، ما عنده هي المفاهيم. انت اللي هو يعني عنده مفهوم معرفي انت بيكتسبه من المحيط من الاهل. صحيح. كيف فينا نعلم المفاهيم الصحيحه لاطفالنا؟ يعني نحن ربينا مثلا، في ناس مثلا بتقول لك انه ابني مشكلجي، بيجي لعند امه بيقول لها بس هو ضرب، يعني انا ما بعمل مشاكل، بس هو حتى ما بتسمعه صح، فكمان بتاثر سلبي على الشخص. اكيد لما الولد بيجي لعند اهله وصار في مشكله بينه وبين رفيقه لازم يسمعوه ويسمعوا كل وجهه نظره بدون ما دغري يقولوا له لا وبيصير وما بيصير وعملت وسويت. لانه مجرد ما مثلا بيجي الولد بيقول ماما انا تخانقت انا ورفيقي بالمدرسه، فدغري تخانقت انت وياه؟ ضربك؟ ضربته؟ شو اللي صار؟ وين الانسه؟ وين المدير؟ وين الكذا؟ فدغري بتعصب وبيطلع خلقه، فلا بتفهم الموضوع، واوقات بتروح على المدرسه بيكون لسه ما فهمانه شو الموضوع. أو أوقات كمان مثلا لما بتحكي مع ابنها فتتعاطف معه، فهي كمان لما بتروح المدرسة بتحاول أنه ما تفهم الموضوع كله بحذافيره. أوقات في أهل تلاقيهم بيحطوا الحق على أولادهم بشكل كتير كبير، لما بيروحوا على المدرسة بقى بيخانقوا وبيعيطوا. هون بقى لازم دائما نعلم ابننا أو بنتنا ما بيكونوا صغار على الصراحة بيناتنا. كيف يعني الصراحة؟ طب الولد ليش أوقات ما بيكون صريح؟ لانه لما بيجي بده يحكي لامه او لابوه بخاف. تمام، بخاف. ليش؟ اول شيء بيعمل تيست، بيعمل تجارب، بشوف شلون ردت فعلهم. هل ردت فعلهم كانت عنيفه؟ اذا كانت عنيفه معناتها خلص ما بدي احكي لهم شيء بلاها. اما اذا لقاهم والله عم يتفهموني، والله عم يتقبلوا افكاري، فهون بقى ببلش بقى بياخذ وبيعطي معهم. فلما ببلش الولد بقى بياخذ وبيعطي، هون بقى شو اللي بصير؟ بصير انه بصير الاهل تمام، هات لنشوف شو اللي سوى معك بالضبط. طيب خلينا نفكر بإذا مرة تانية صار معك نفس الموقف شو حتساوي؟ هي أهم نقطة. ما نقول نرجع لورا، دائما نحط إنه ماذا لو صار معنا نفس هذا الموقف، ماذا لو إجا رفيقك وزاحنك أو استفزك أو أزعجك، فأنت شو اللي بتعمله؟ شو بتساوي؟ فهون بقى ببلش بقى بصير مثل خلينا نقول مثل لعب أدوار. طريقة لعب الأدوار كتير مهمة. هلأ أوقات كتير لما كان ابني صغير فمرة قال لي في شخص لحقني وخفت وركضت وكذا،
فوقتها قلت له قلت له لحظة، أوقات كتير أنت لما بتفرجي الخصم تبعك أنك خايف، أنه خايف فهو بيهجم عليك. أما إذا فرجيته وطلعت بعيونه وعملت كتير حركات بلغة الجسد تبعك تعطيك ثقة بنفسك وبتخليه أنه عن جد يخاف منك حتى لو أنت كنت صغير. بعدين بلشنا لما كان مثلا حدا يقرب عليه أنت كيف تحرك له إيده، يعني مثلا حدا جاي بده يضربك تمام، كيف أنت مثلا خاصة الرفقات بينات بعضهم كيف أنت تبعد له اياها بطريقه معينه. بعدين لما بلش يكبر شوي مره رجع من المدرسه متاخر، قلت له ليش متاخر؟ قال في حدا من رفقاته صار في مشكله فاستنى الكل لحتى يطلع من المدرسه لحتى طلع. قلت له لا لحظه تعال هون، معناتها خلينا نحن نتعلم احد الفنون القتاليه مو مشان نتقاتل مع العالم، لكن مشان نعرف اذا حدا هجم علينا شو الاسلوب المناسب يلي نحن ندافع عن نفسنا فيه. وبالفعل هذا الشيء عطاه كثير ثقة بنفسه، وصار حتى بالمدرسة مجرد ما يقول لهم أنا عم بلعب تايكوندو يعمل لهم كم حركة الكل صار يبعد عنه وكل صار يعمل له حساب، صار حتى لما يروح ما يخاف من العالم. طبعا أكيد يعني مو أنه بيهجم، لكن هذا الشيء مجرد أنه صار يثبت صار يوقف صار يتطلع، هذا الشيء بيعطي الخصم دائما خوف. فهي من اهم النقاط اللي لازم الاهل يعلموا الاولاد. طيب اوقات كثير في اهل بيقولوا لي بخاف انا ابني اذا علمته هدول الفنون القتاليه بصير بده بصير بيتقاتل مع اخواته بصير بيتقاتل مع رفقاته. هون بقى ببلش الوعي من وقت ما بيكون صغير الولد، مثل ما قلت لك لما بيكون في دائما في ثقه بينه وبين الاهل، في حوار متبادل، في دائما الاهل عم يعلموا مو دائما يقولوا له لا غلط ما بصير ليش هيك عملت، كثير مفردات ابني مأذي ابني بيضرب ابني الحق عليه قدامه، يعني انت كمان بتساعدي بطريقه معينه بهي الشخصيه. صحيح، او على التليفون مثلا على اساس انه يعني هو صغير ما بيسمع او ما بيفهم، ونحن بنكون بتلاقي الام نازله عم تحكي عليه فبعد شوي بيقول لها بلاقي بلش يأذي او شيء بتقول لها ليش هيك عم تساوي، مو انت كنتي عم تحكي علي على التليفون مع تيتي او مع رفقاتي. فا او مثلا لما الام بتكون كمان ردت فعلها او الاب عنيف مع الولد فالولد بيصير اوتوماتيكلي عنيف. واحيانا التعنيف اللفظي يعني في صحيح. يعني احيانا الاب او الام ممكن يكونوا عم يحكوا مع حدا شو هذا اللي صار والله لاضربه والله لساوي والله لشيل، فهن بيصير عندهم الضرب هو الوسيله الوحيده اللي بيتعلموا عليها لحتى يحلوا فيها المشاكل. مزبوط. هلا كمان اوقات الاولاد بتلاقيهم مثلا اهلهم بالسياره مثلا الاب حدا كسر عليه لحش له شي كلمه ما بيلاقي غير بعد كم يوم الولد حكاها، فالاب بيعصب انه انت وين متعلمه، انه بتتذكر لما كنا بالسياره وانت حكيت هاي الكلمه. قديش الاولاد بتلقط من الاهل، الاهل هن قدوه الاساسيه. فدائما لما بيكون في دائما بدنا نبلش يعني نشوف اذا وحده دائما بيجوا تبع ابني طايش ابني عنيف بالبيت بيتقاتل هو واخواته، هذا اللي بيتقاتل هو واخواته معناته عنده في شيء معين عم يدور عليه، اما لفت نظر او في شيء بده يرجعهم انه انا هون موجود انا اقوى منكم. فهاب من حاول دائما نوجهه لنشاطات ثانيه. لما بنوجه هذا النشاط اللي عنده لشيء مفيد لاكتيفيتيز مفيده لإله بتطوره، فهذا الشيء بنكون نحن فرغنا له طاقاته احسن ما يقعد يتقاتل هو واخواته هو واهله بالبيت. يمكن حكينا نقط مهمة سلمى، قديش فينا فعلا نربي الطفل على مفاهيم صحيحة. خلينا نحكي بالمدرسة قديش بيلعب دور المحيط، يعني نحن ممكن نكون عطينا كل العوامل الصحية السليمة لكن بالمدرسة بتلاقي الموضوع مختلف، الطفل بيتعرض لتنمر كتير كبير بتلاقيه في ردات فعل بيخاف. أعطيتي أمثلة مثلا على طفلك فهي عم يشوفها وبالآونة الأخيرة بشكل كتير كبير، يمكن في ظروف قاسية 10 سنين من الحرب ضغوط كتير كبيرة مرت على الأهالي وبتلاقي الطلاب الأطفال نوعا ما فيه بعض الرواسب موجودة. هلأ في فيلم اسمه وندر من فترة كان طالع، عن جد بتمنى كل عيلة تشوفه لحتى يعرفوا انه كيف الولد لما بصير عليه تنمر كيف هو فيه يجتاز هذا الشيء. هو كان شخص عنده تشوه خلقي بوشه فهو كان دائما خايف ما راح على المدرسة الابتدائية، بعدين لما اهله حطوه بالاعدادي بلش بقى يخاف، بعدين شوي شوي كيف تأقلم كانوا رفقاته يتنمروا عليه، بعدين كيف صار قوي وصار عنده ثقة عالية بنفسه. المشكلة اذا الولد
كان عنده قلة ثقة بنفسه بيكبر وهو عنده نفس الشيء. من فترة جتني استشارة على بنت يعني صار عمرها تقريبا 27 سنة وهي عندها قلة ثقة بنفسها ودائما بتشوف حالها هي مو حلوة أبدا. فهي قلة الثقة هي نتيجة طبعا رواسب، نتيجة مثلا أوقات الأهل بالبيت بيقولوا لها فلانة أحلى منك، أنت مو كتير حلوة. فهذا الشيء هلا صار عمرها 27 سنة وهي عندها هي المشكلة وعندها كثير مشكلة انه بالتعامل مع العالم، بتحاول تنزوي، اوقات كثير بتفوت بحالات اكتئاب. هذا الشيء كثير خطير. لذلك الاهل من وقت ما بيكون الولد صغير اذا لقوا عنده قلة ثقة بالنفس لازم دغري يعالجوا هذا الموضوع، ما يقولوا انه مع الايام بيتعالج. اي مشكلة بيشوفوها عند الولد ممكن تتعالج بشكل اسرع. لا وبيقولوا لك احنا مرينا بهيك ظروف، لا بس الشخص يختلف، صح، الطبيعه تختلف، العمر بيختلف، الوقت بيختلف، كل الحياة بيختلف. كلها بتختلف، صحيح، بين جيل وجيل. صحيح صحيح، وخاصة هلا لما عم يشوفوا في عنا سوشيال ميديا، مو مثل عنا، يعني عنا ما كان كتير هالتنمر على زماناتنا، يعني حتى كلمة تنمر ما كانت موجودة. صحيح. يعني فكنا نتخانق ايه بس يعني مو لهالدرجة، لكن هلا صار في أكثر، صار في سوشيال ميديا، صار في اليوتيوب، وسائل التواصل هي عم تعمل مشاكل كتير كبيرة وعم تأذي كتير الناس. أكيد، ويمكن كمان عم ببعض الأحيان عم بيكون في شيء اسمه انتشار للتجارب، يعني هلا في أشخاص مثلا كانوا يستحوا يقولوا إنه أنا مثلا في حدا بيتمسخر علي أو يتنمر علي، هلا لما صار في تشجيع صار ينحكى أكثر عن هذا الموضوع سواء بالإعلام أو حتى على السوشيال ميديا، بلشت العالم تحس أو تشوف المشاكل الصغيرة وقديش أثرها. لهيك نحن اليوم عم نقول انه ممكن هي كلمات صغيرة نحن عم نقولها بالبيت بس هي عم تترك اثر سلبي على تكوين شخصية الطفل. قديه مهم يتم متابعة هذا الشيء ولأمتى فينا نصلح؟ انا دائما بسأل هذا السؤال. اوقات في ناس بتكتشف المشكلة بعد عمر طويل مثل الحالة اللي قلتي عليها. صحيح. 27 سنة، وفي ناس اوقات توصل لمراحل اكثر وهي ما أنا مكتشفة مشاكلها للأسف. هلأ كتير مهم مثل ما قلنا انه الاهل دائما بدهم يكونوا متابعين اولادهم، متابعين اولادهم من الجانب النفسي، من تصرفاتهم، ما نقول انه الايام بتحلها، حاولوا دغري يشوفوا استشاري، يعالجوا الموضوع بشكل فوري. اوقات المشكله مو عند الولد، عند الاهل. يعني اوقات كثير لما بيجينا بتجي ام تبعث لي انه انا ابني عنده مشكله، لا انا اللي بشوفك لك ما بشوف الولد، لانه انت اللي بدك تعرفي كيف تتعاملي معه، انت اللي فيك تغيريه. اما انا وياه ممكن نشوفه جلسه جلستين فما حيتغير بشكل كلي. هون دائما الاهل لازم دائما تطور حالها، تقرا، تعمل دورات، اذا عندها اي مشكله تسال، تستفسر، وتستفسر مو على الفيسبوك مثل الجروبات. يعني الكارثه قصه الجروبات اللي على الفيسبوك، بتجي ام عندها مشكله مع ابنها بتطرحها على الفيسبوك وبتلاقي كميه التعليقات يلي ما لها علاقه بالموضوع. تختلف مثل ما قلنا، صحيح، العمر، المحيط، كله بيختلف. بس قديش فيني بلش يعني لاتجنب كل هي التفاصيل وصل لمرحله متاخره من البدايه؟ يعني نحن بنعرف اول سنتين الطفل بخزن كل شيء بيصير معه، وبعد السنتين هي بداية تكوين الشخصية. أنا لألعب على هيدا الموضوع، كيف فيني نمي هي التفاصيل عند طفلي، ما خلي يكون عنده هي المشاكل، يكون عنده في الثقة في النفس، يقدر يواجه. نحن بنلاقي الطفل مثلا خجول، خصوصا البنات، بتلاقي حدا فايت على البيت هنا صغار بيخبوشهم بيخجلوا. كيف فيني بلش من عمر السنتين شوي شوي مع قواعد أساسية لكل الناس اللي عم يتابعونا، مشان ما تقلك انه والله أنا فقت مؤخرة، مر وقت وهلأ لانتبهت لأنه أنا موظفة، أنا مثلا عندي شغل كمان. هي التفاصيل كثير مهمة. هلا أهم شغلة تعرف الأم شخصية ابنها. لما بتدرس أنواع الشخصيات، هي مو شرط نحن عم نقول دراسة مثل دراسة أكاديمية، لكن في كثير أوقات في شيء موجود على النت، في شيء بكتب، بمحاضرات، أوقات بيحكوا عن أنماط الشخصيات عند الأطفال. فالأم لما بتجي بتقول أنا هيك نمط شخصية ابني، أوكي، معناتها كيف طريقة التعامل؟ المراقبة الدائمة، مو يعني مراقبة ضل على الدعسة، لا، شوفه مثلا عاد العب انا وياه. اوقات كثير الام لما بتلعب مع ابنها بالعاب معينه تكتشف، فهي بتكتشف فعل. تمام، بتكتشف ردات فعل، بتكتشف شخصيته. لما بتراقبه من بعيد لبعيد تراقب كل السلوكيات، مو بس السلوكيات السلبيه. ودائما في شغله الولد بحب انه نظهر له الشغلات الايجابيه فيه لحتى نعززها، يعني بدل ما دائما تقول له انت مؤذي، انت مو منيح، واوقات كثير بيكون ماله مؤذي لكن ما حدا بيشوف هذا الشيء.
فلما بتلاقيه قاعد مثلا مع يعني اموره كلها تمام، تدعمه، تعطيه رسائل ايجابيه، هون بقى بصير عنده ثقه بالنفس. دائما لو ارتكب غلط يعني في تدعمه، يعني حتى لو الطفل ارتكب غلط تدعمه انه انت غلطت بس انا بحبك، لو غلطت هي من مفهوم كمان مختلف. الحب، الحب نهائيا ما نقرب على الحب. ماما بتحبيني، ايه انا بحبك، ليش؟ لانك ابني. ماما بتحبيني، ايه لانك مفهوم بنتي. الحب مختلف، ما دخل هي الحب. فبس لكن دائما اقول له اوكي، انت مثلا كسرت الكاسه، ماما مره ثانيه اذا سمحت تنتبه كثير انت ماسكها، لانه انت عندك قوه بايدك، انت ماسك الكاسه فاكيد حتمسكها هيك وحتمسكها بقوه وحتنتبه وتمشي شوي شوي، لانه حنلعب لعبه التوازن مثلا، نعملها كفن، نعملها كلعبه، نعملها لما نعمل هيك. هلا اوقات كثير لها بيقولوا ما عندنا خلق نحكي هدول الكلمات. اوكي هلا بقى هون هذا خيارك، خيارك كأم، اما حتشتغلي بردات الفعل السريعه والخناق يلي بعدين حتلاقي النتائج واللي حترجع عليكي بالضرر، لانه بعدين الولد بصير بيحكي مثل ما بتحكي امه تماما، تقول له ليش هيك عم تحكي، شو قله الادب، لا لحظه لحظه، ما انت هيك كنتي تحاكيني. فدغري بتلاقيه رده فعله رهيبه. من هون بقى الام بتعلش بتبلش تدرب حالها، فهون بقى مهمة الأم بلشت تدرب حالها. الأم 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 عن جد مهمة الأم وسهلة أبدا، الله يعطيها الظروف العافية، بس بدها تهدي حالها. لحقنا نوجه تحية لكل الأمهات، أيوة يعني ما فينا نقول اللوم دائما على الأم، هي شراكة بالأخير طبعا، والأب له دور كبير. صحيح الأب للأسف تلاقيه كثير هو مهمش حاله عن التربية، هو معتبر حاله أنا بجيب مصاري وبس. لحظة أنت وين؟ أنت بدك تساعد بالتربية، مو تساعد بالتربية بالخناق وبالعياط. لا تعرف كمان الاب لازمه تدريب، لازمه يعرف ويدرس ويقرا، هي الحياه مشتركه، مو الام هي دائما كل شيء الحق عليها وهي اللي بدها تتحمل كل المسؤوليات. اكيد اولادنا بالنهايه هن الاستثمار لنا بالحياه، يعني قد ما بنستثمر فيهم صح رح يرجع علينا بالكبر صح. بدنا نشكر وجودك معنا على كل هاي المعلومات اللي اعطيتينا اياها، ويمكن قبل ما نختم بدنا ناخذ نصيحه اليوم هيك موجز صغير من كل شيء حكيناه بما يخص التفريق بين العدائيه وبين الدفاع عن النفس، المبادئ الاساسيه اللي نعلمها لاطفالنا. اول شيء الدفاع عن النفس هو انه انا اعرف اذا حدا هجم علي كيف بعده عني بدون ما اذيه، بينما انه روح اضربه يعني روح اذيه، فهون كمان بصير الحق عليه والحق بيكون الحق معه، بصير الحق عليه. فهون لما مفهم الولد انه انت لما بدك تدافع عن حالك ليكون بقدر معين بنسبه معينه، فدائما مثل ما حكينا الحوار بين الطفل وامه، طفل وابوه، تعرف الام والاب شخصيه الطفل وكيف طرق التعامل معه، واذا في اي مشكله نحلها دغري، ونعزز دائما الايجابيه والثقه بالنفس. بالختام نتشكر وجودك معنا، شكرا لك. شكرا لكم. الاختصاصيه بالاستشاره الاسريه رهف تسابحجي، شكرا لك. شكرا لكم. نتشكرك اكيد على وجودك معنا، بنوجه تحيه كمان لكل الامهات، ويمكن فينا نقول بالحب فينا دائما نحصد كثير من النتائج الجميله مع